الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفقيرة لله نجوى صديق الكحلاوي، موظفة مطار الخرطوم، شركة كروب بروتكشن، مؤسسة عسكرية، أسكن مبدا الحارة 14 جبالة مدينة الدوحة. أول شيء أحب أقول التحية لتراب أرض هذا الوطن الذي ضمانا منذ أن كنا صغارا وحتى الآن. التحية لشعبه الأبي الذي صمد وصمت ولكن أخيرا تكلمت لغة الحق وكنا في هذا المنبر. التحية لكل قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى، والتحية لكل من تفقدنا وبادر بالسؤال عنا. الحرب فعلت ما فعلت فينا وأصبح ولا الآذان آذانه، حتى الآذان في المنابر لم يصل هو الآذان الذي كنا نسمعه من قبل. وفي النهاية أنا خرجت من دياري وبقول يا دار نجوى ما كان الفراق بالخاطر. خرجت ما بالخاطر لكن كنت مجبورة. ما الذي جبرك على المر هو الأمرة. خرجنا إلى هذا المكان الذي نلتقيكم فيه الآن، لكم مني كل شكر وتقدير واحترام. الأيام الأخيرة اللي نحن قضينا الحرب قرابة الـ 12 شهر اللي هي بقول سنة، ونتكلم بس عن الثلاثة شهور الأخيرة، عانينا ما عانينا فيها. أول شيء السبب كان إنه الدعامة الأوائل نصف هلك. برضو رغم إنه الناس سيئين كانوا أفضل من الآخرين دي. أسوأ بشرية لاغتني في الحياة هؤلاء الأوباش، تلك الميليشيا المتمردة اللعينة الذي أرادت أن تطيح بالسودان وتاريخه وشعبه وهويته، وتطمس كل شيء تحت أرجلها من أجل أجندة تخصهم أو تخص دول أخرى، ولكن لن تستمر هذه الأجندة في أرض هذا الوطن الأبي. وللحرية الحمراء في كل باب يد مدرية تدقه. وبلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام، ولكن بلادي لم تجر علي، وأهلي لم يظنوا علي، ولكن ظن عنا هذا الوقت. إذا سمحت لي بذكر اسمه أقول له أين أنت الآن يا حمدتي، وكيف صار السودان الذي كنت تريد أن تمتلكه سوى بجيوشك سوى بأموالك سوى بقبيلتك سوى بأي جهة ما؟ أين أنت الآن يا حمدتي؟ أين الدول التي شاركتك للوصول إلى هذا الحضيض الذي أوصلتنا إليه؟ هذه السحنات أو الأشلاء الباغية من هذه البشرية دي أشلاء ناس، والله السبعة بيوت الطلعت دي عبارة عن أشلاء ناس بتنبض بالحياة بس. أهلنا ذاتنا من شافونا في التلفاز ما مصدقين ده الآن إحنا صرنا هكذا. المهم ميليشيا دي بقى ساكنة في وسطنا طبعا. هنا الليلة تلقى لكم ارتكاز، هنا في الشارع الثاني ارتكاز، في الثالث ارتكاز، وبعد ذات بنجيب الموية من البير. وأقسم بمن رفع السماء من غير عمد، أنا كنت من خشم بابنا في الزلط للزلط الثاني لا أستطيع أمشي بارجلي، بدور سيارتي وبمشي، بقيت سايقة درداقة عشان أجيب موية من البير، ومعايا أولادي الاثنين الصغار عشان أحرسهم من بطشهم من عيني حاجة خلاص أمشي عشان معايا شفع. كتر خير وندوا لي كبري حبة احترام، لكن هم لا يعرفوا للاحترام شيء. مكسنا نجيب الموية من البير، الناس القاعدة قدامك دي بتاكل من خشم بعضها، لكن التحالف كان أقوى وأقوى من كل إنسان أراد أن يمنعنا أن نتنفس الحياة العفيفة أو الحياة النظيفة. رغم عنهم تنفسناها وسنتنفسها إلى أن يصيرهم تحت التراث، سنقف فوق أجسادهم ونقول لهم ها نحن أبناء السودان، وهذه هي عزة السودان. إذا حتى نحن كبرنا فمن يحمل اللواء من بعدنا بناتنا، بنات عزة وبنات السودان سوف يحملوا اللواء ولن يضغط. وأبناؤنا في المقدمة حتى الآن لو حس عالجيش سمح لنا وسلحنا ننزل معه في خندق واحد، أقسم بمن رفع السماء بغير عمد، ونقاتل هؤلاء الأوباش. الله أكبر. لما عانينا وما وجدناه منهم. ولنرجع، الناس دي كانت أقسم بالله بتاكل وجبة بتاعت عدس وحدي وبتاكل الأسر دي كلها. أنت قبل الحرب كنت عايش كيف؟ أصبحت عندنا دي ما مهمة، بقت في الباست خلاص، تاني ما تهمنا بشيء، بهمنا ناو وغدا بناكل وجبة حقت عدس أو فاصوليا مسلوقة بويكة أو ويكة من غير أي لحوم، عصيدة حاجة اسمها فطيرة كده برضو. المهم اتعلمنا حاجات يا ولدي ما كنا بنعرفها قبل اليوم، أكلناها وعشنا عليها
وكنا عايشين بيرات المولى قبل كل شيء، وكان عندنا عشم واحد انه نحن نصبح الصباح نلقى الجيش في راسنا ونطلع ونهتف معنا وتبقى اخر طلقه في صدرنا سنقف نحن مع الجيش الى ان يسرس الله الارض وما عليها، حتى اخر ابن من ابنائنا يفنى حنقف نحن مع الجيش. وقفنا معاه اول مما سمعنا ودقوا الباب وقالوا اطلعوا الجيش وصل، ان احنا طلعنا بشكلنا الحالي اللي قدامك دي ملابسنا دي لابسنا علينا 5 ايام، واول للاسف ما طلعنا هون دخلوا منطقتنا واول دول قصدوا بيته كسروا بيتي انا وحطموا. وانا ما بتكلم عن شيء شخصي بخصني، رغم انه فقدت الكثير بالبلايين. اول عربيتين مشتريه ب 23 مليار اتشالت في قدامي البوكس ولا كلمه طيبه، عربيه بنت الدكتور اتشالت ولا كلمه طيبه، العربيه الثانيه شالوا مكانتها وضربوا علي رصاص كسروها كلها. ما همني ده فداء للوطن ولابنائه، لكن يهمني شيء واحد، انه السودان ده يقف شامخ مهما وقفت قدامه المتاريس، وقدر ما تقف قدامه المعضلات، الشعب السوداني يقف خلف جيشه حتى يطحن هؤلاء الاواش الذين يسمون بالدعم السريع والجاهزيه او قوات حمايتي او قوات سجم، سجمه الله في القبل الاربعه مطرح ما يقدم حمايتي. لكن قول لي يا حمايتي زي ما قال لك شيخ العرب، جربت لحسد كوعك ليل ابناء السودان اللي انتم اضطهدتوهن ونزلتوهن الحضيض وكسرتوهن وهجرتوهن، كان بيقول لي انا اطلع من البيت بقول له ده بيتي، انت جيت بيتين انا بيتي ما بطلع منه، ادخل الاوضه ما بدخل انا بامرك. غفلونا مره واحده واتحبسنا جوا ونهبوا ما نهبوا من البيت، الغالي والنفيس اتنهب. وبرضه تاني بكررها ما هماني، ما دام انا لسه فيني ال- 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 الرمق انا قادره بانه انا اعوض الباقي وبناتي واولادي قادرين يعوضوه، ولو ما عوضوه ابناء السودان ابنائي متى ما ضاقت بي الحياه ادخل اي بيت سوداني ولد هو ولدي وشيني وجنجن يعني الكل. دي ما عندي فيها شك، انت اللي قاعد قدامي ده لو طرقت بابك لن تردني تقول لي يا خاله ارجعي، هتستقبلني احسن استقبال في بيتك الى ان يقضي الله امرك كان مفعولا. نحن عانينا ما عانينا دي مهمه عندي ورساله ابعتها للعالم كله. اقول لهم يا شعب العالم، اخوتي المسلمين اين انتم؟ اما اصبحتم تنامون ليلا نهارا، لماذا لم تنصرونا؟ اليس اخوتكم في الاسلام؟ أليس إخوتكم في العروبة؟ أين أنتم؟ لم نجد فيكم من يدين هؤلاء الأواش الذين يسمون بالدعم السريع، لن نجد فيكم من يصلنا ونحن محاصرين في بيوتنا، لم نجد منكم لقمة طعام واحدة يسد بها رغم الطفلة الصغيرة والمرأة العجوزة، نحن ما وجدنا. أنا بخاطب العالم وبقول لهم أنتوا وين ولغاية حسع أنتوا وين؟ نحن نموت بالآلاف، نموت بالمئات، نموت نفسيا، نموت جوعة، نموت عطشة، نموت متشردين، واحدين في المدارس، واحدين في الجوامع. أين أنت يا حميدتي؟ أين يا محمدين؟ أين يا عبد الرحيم؟ أنت وين؟ تعالوا شوفوا دي البلد دايرين تمسكوها، دايرين تمسكوا فيها شنو بعد دمرتوها؟ أنا أمس مشيت السلاح الطبي وجدت خرابات، هل ده السلاح الطبي اللي كان بيعالج الناس كلها؟ اللي كان ضام الشعب كله؟ اللي فيهم بينتمي للسلك العسكري والفيهم ملكي كان برضه بيلقى الرعاية هناك؟ دمرتوا مستشفى زي دي كده؟ دمرتوا مستشفى الدايات أم درمان وكثير من المستشفيات دمرت؟ أين حساب المواطن السوداني الذي تريد أن تحكمه؟ بأي حق تريده وأنت قد دمرته؟ هل تريد أصوات هذه الجوعة؟ وأنت لن تنفخ النار في قدرهم؟ كيف؟ وكيف يا حميدتي الجواب؟ أرفع رأسك وخاطبني وأنا وخاطبك نجوى صديق الكحلاوي، أريد ردا منك أو من عبد الرحيم عبر أي غنى. خاطبنا أين أنت؟ هل هذه الديمقراطية التي ناديتم بها من أول يوم حين دخلت بلادنا؟ هي دخلت الخرطوم ودمرتوها وكسرتوها؟ هل هذه هي الديمقراطية؟ هل هي الديمقراطية المنشودة التي لم نعرف عنها شيء أم شيء آخر؟ أم في قاموسكم هذه هي الديمقراطية؟ أنا بطالب العالم أول شيء يصنف لنا قوات الدعم السريع بأنها ميليشيا إرهابية، ميليشيا دموية، ميليشيا قاتلة، شردت المواطن، جوعت المواطن، أسهقت المواطن، طردت المريض، قتلت الأطفال. نريد أول شيء تصنيفها منظمة إرهابية أو ميليشيا إرهابية، ثم نطالب بالقصاص منها ومن ورائها وإدانة كل الدول التي وقفت خلفها لتشريدنا. نحن نطالبكم أمام الله سبحانه وتعالى، لا تنسونا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لنا شأن معكم يوم هذا الحق يأخذ كل ذي حق حقه، سنأخذ حقنا منكم ولو كانت من حسناتكم، وإن ثقلت فنيت حسناتكم سنزيدكم من سيئات من كانت له سيئات نضيفها إليكم. يا حميدتي أرفع رأسك وخاطبني أنا أخاطبك، امرأة شريفة عفيفة من أرض السودان تخاطبك وتريد ردا منك. إذا أنت فنيت وكنت من الهالكين، أين أنت يا عبد الرحيم؟ وأين القوني؟ وأين من يتبعوكم؟ وأين من طغى وبغى؟ وأين من كسر السودان؟
سنقول له جيشنا وسود قادر على حمايتنا، وجيشنا الحرب والكوكب، وجيشنا ملوك سود الغاب. وكان يقصد جيشنا ذول بحتاب، جيشنا تشوف تواسر قاب وشفتكم ضبحوكم زي الكلاب وفريتوا قدامنا كالجرزان. سيعيد التاريخ، والتاريخ يسطر ولا يمسح. التاريخ يسطر يا حميتي ولا يمحى. سيذكرك التاريخ، ولكن بيذكرك بماذا؟ هل تدلني بيذكرك بماذا؟ أنت وشعبتك وحاشيتك سيتذكرون هذا الكلام، وإذا فنيتم أبناءكم سيتذكرون هذا الكلام، وعند الله تجتمع الخصوم. وما عندي كلام أزيد لكم غير كذا، غير إنه هذا الشعب أو المواطنين أو أخوتي المعايا جينا ديل كلهم، أناشد حكومة السودان بأن تغلدهم وسام الصمود. هؤلاء الذين صمدوا 15 شهر يعني أخرجهم الجيش ليس يوما أو 15 يوما أو 15 ساعة أو 15 ثانية. لا نريد من حكومة السودان غير أن تحفظ لهم مكانتهم الأدبية وتتوجهم بوسام الصمود والشجاعة لما عانوا ولما يعانه. أنا لا أريد شيء من حكومة السودان غير أن يظل هذا الوطن عاليا وعلمه خفاغا على مدى الأجيال. لا نريد أنا لا أريد أكثر من ذلك، ولا أريد تكريم والكرم من الله سبحانه وتعالى. والتحية لكم مرة أخرى. وفي الختام سمح كثر الحديث في ذكر الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم صل وسلم عليه، وعند الله نقول لهم تجتمع الخصوم.